نروح لموضوع آخر، والحقيقة أن مصر غنية بتراثها وبطبيعتها الساحرة اللي يمكن كتير مننا ما سبقش ليه زيارتها. عشان كده حملة إيكو إيجيبت أطلقت برنامج تعريفي وترويجي الحقيقة مهم جدا. هذا التطبيق هيخلينا أن احنا نقدر نزور المحميات وإحنا في البيت. ده إزاي؟ هو ده اللي هنعرفه من المهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك الأستاذ أحمد والأستاذ المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. يعني مصر حقيقة غنية فعلا بأماكن كتير وبطبيعة مختلفة كمان مش موجودة في أماكن كتير في العالم. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم أكتر عن هذا البرنامج، برنامج التعريف بالمحميات، طبعا عن طريق استخدام الواقع الافتراضي. تمام يا فندم، هو ببساطة حملة إيكو إيجيبت تم إطلاقها من حوالي سنة وبضعة أشهر. كان الهدف الرئيسي بيها هو التعريف مش بس عن المحميات، وإحنا بنحاول نعرف الجمهور فين محمياتنا، هي ليه محمية، بنحميها من إيه، تقدر تشوف فيها إيه. وزي ما حضرتك قلتي، مصر ذاخرة بسواء التراث الطبيعي أو التراث الثقافي كمان. ففي في داخل بعض المحميات في مجموعة من السكان المحليين ليهم طابع خاص، ليهم مزيكا خاصة، أكل، شرب، كل ده بيبقى بالنسبة لنا كسائحين داخليين حاجة جميلة جدا عايزين نشوفها. لكن مع الأسف لقينا مصريين كتير ما تعرفش الكنوز اللي موجودة في المحمية. هو ده كان سبب إطلاق حملة إيكو إيجيبت كجزء من حملة التحضر الأخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية. وإحنا بنعرف الناس أكتر عن المحميات ونعرفهم فين اماكنها، هتشوف ايه جوه محميه، هتقابل مين من السكان المحليين، ايه الانشطه اللي ممكن تعملها في كل محميه، سواء مشاهده طيور، سواء غطس، غوص، تسلق جبال او مشي مسافات طويله، واخر حاجه ممكن تقعد فين جوه المحميه. احنا برضو بنحاول ان احنا نروج للاقامه الصديقه للبيئه. ففي كامبات، في ايكولوجيز او فنادق بيئيه، فده باختصار ايكولوجي. لكن لقينا برضو ان احنا عايزين ندخل اكتر البيت المصري باستخدام التكنولوجيا عشان نوصل الرسالة بشكل احسن، وكمان نخلي الناس عايزة تيجي بشكل اكبر للمحميات وتزور. ومن هنا جت فكرة الفي ار او الواقع الافتراضي. احنا عندنا 12 محمية ب 12 رحلة افتراضية موجودين على سواء صفحات التواصل الاجتماعي لحملة ايكو ايجيبت اكسبيرينسز او الويب سايت والتواصل الاجتماعي بتاع وزاره البيئه. ده ممكن حضرتك من خلال انك تستخدمي الموبايل او بتستخدمي حتى اللابتوب، انك بتدخلي في رحله افتراضيه 360 او 360 درجه. لو في بقى الجوجلز او النظارات الخاصه بالواقع الافتراضي، حضرتك بتتحركي وبتشوفيها كانك موجوده داخل المحكمه. دي لازم يا فندم يكون في النظارات دي. مش لازم خالص، مش لازم علشان حاجه، عشان تبقى يعني عشان تبقى الاكسبيرينس، عشان تبقى الصوره 3 دي بالنسبه لي يعني. افهم، عشان تبقى الصوره ثلاثيه الابعاد يعني، عشان تبقى ثلاثيه الابعاد. لكن لو حضرتك دخلت بالموبايل هتبقى بخاصيه 360 درجه، يعني هتتحرك مع الموبايل كانك برضو شايف كل حاجه من خلال شاشه الموبايل. الجميل كمان استاذ محمد، بس هو حضرتك قلت ان الابلكيشن عليه اكتر من او 12 محميه طبيعيه من المحميات الطبيعيه اللي موجوده في مصر. عاوز اعرف على اي اساس تم اختيار ال 12، لان مصر فيها اكتر من 12 محميه بالفعل. مصر فيها 30 محميه، نعم، لكن احنا مركزين على المحميات ذات الطابع السياحي او الترفيهي، لان برضو دي معلومه مهمه نشتغل عليها من فتره كبيره، ان محمياتنا في منها محميات معلنة لأسباب علمية بقى. نعم. فدي الزائر مش هيلاقي فيها حاجة، يعني الزائر العادي مش الطالب مش هيلاقي فيها متعة. فإحنا مركزين على المحميات ذات الطابع السياحي. حضرتك هنا ركزتوا على المحميات اللي فيها عنصر من عناصر التشويق. بالظبط يا فندم، بالظبط. نعم. طيب المرحلة اللي سبقت بقى عرض المحميات من تصوير ورصد واختيار المحميات نفسها واختيار الصور او الفيديوز اللي انتوا يعني عرضتوها او رفعتوها على الابلكيشن الخاص بيكم او التطبيق الخاص بيكم. طبعا يعني بالنسبة لي الرحلات الافتراضية دي تم اختيارها بعد لما عملنا مجموعة من الابحاث التسويقية، سواء مع السائح الاجنبي او السائح المصري، ايه اكتر الاماكن اللي بتحب تزورها،
الاكثر الاماكن اللي ممكن تتردد عليها، يعني ممكن تزورها اكثر من مره وليه. وكمان ركزنا على الاماكن داخل المحميات اللي فيها معلومات، يعني حضرتك لو جربت او الساده المشاهدين جربوا الرحلات هيلاقي في كل نقطه من المحميه وحاجه جوه التور او جوه الرحله بتلاقي في بعض العلامات الارشاديه، لما تيجي صحيح. تضغط عليها بتديك معلومه. يعني مثلا في شاطئ معين، في جبل معين، في نوعيه معينه من النباتات، في كائن حي معين، هتلاقي بتدوس عليه بيطلع لك خلفيه عن خلفيه معلوماتيه عن هذا الكائن او هذا المورد الطبيعي او حتى المورد الثقافي. يعني في رحلات فيها مثلا ناس زي العبابده، ودي قبيله بتسكن محميه وادي الجمال. بنديك كده زي اوفر فيو او معلومات سريعه مين هم العبابده، جايين منين وما الى ذلك. وداخل كل محميه بنحكي قصه المحميه. نعم. طب سؤال اخير بس لحضرتك، هل ليها مقابل مادي؟ يعني ان انا عشان ادخل على المحميه دي او ازورها في مقابل مادي بدفعه؟ خالص يا فندم، خالص. طيب، استاذ محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحه البيئيه، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر.